طب انا عندي حاجتين بعد اذنك بقى. فك. حاجه منهم هي سالتي عادل امام ايه سبب تمسكه الشديد بانك تقدمي او تبقي بطله فيلم الهلفوت؟ بص، اصل موضوع الهلفوت ده جه ازاي؟ كان بيتعرض لي وقتها مسلسل تلفزيوني اسمه وقال البحر، تاليف استاذ اسامه انور عكاشه واخراج الاستاذ محمد فاضل. كان بيتعرض والحلقه شغاله والتليفون رن وقال لي ايه يا بت المشهد الحلو اللي عملتيه ده؟ فقلت له مين ده؟ مين معايا؟ قال لي انا عادل امام. قلت له يا اخي بطلوا هزار بقى، ورحت قافله السكه. لاني مش متوقعه. افتكرت حد ايه بيهزر يعني، أي. حد معجب جمهوره بيقول لي انا عادل امام. فراح طالبني تاني وشخط بقى فيا، قال لي يا مجنونه بقول لك انا عادل امام. فاتخضيت بقى، استاذ عادل لا اصل ما توقعتش بجد ده صوتك وبتاع. وراح قال لي بقى، قال لي انت عامله شغل حلو قوي، كنت طالعه بياعه برضو في السوق. وهو بيحضر فيلم الهلفوت والدور بياعه في السوق. فالحكايه جت كده يعني، هو قال لي انت عجباني قوي، انت قدامي دلوقتي، وايه الشغل الجامد اللي انت عاملاه ده؟ برافو عليكي، ايه ده؟ انا مش متوقع ان انت بقيتي جامده كده، لان انا اشتغلت معاه وانا اول فيلم في حياتي. ايوه. فقال لي انت هتعملي بطوله معايا. حلو. قلت له معقول؟ انا مش مصدقه نفسي، طايره من الفرح. قال لي السيناريو هيجي لك والنهارده، وكان لذيذ قوي. قال لي اطلبي اللي انت عايزاه، انت مع عادل امام. يا عيني. طبعا ليها قصه، لان بعد كده ما عرف انا طلبت ايه طردني من الاستوديو. قال لك مش قوي كده. ربنا يديله الصحه. اتأثر قوي لاني طلبت شيء تافه جدا انا مش متوقع. قال لي هو ده، بقول لك اطلبي اللي انت عايزاه. حبيبي، دي مواقف جميله 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 معايا. وبجد في الفيلم ده كان واقف جنبي لدرجه كان احيانا يغششني حاجات، يقول لي لا دي في الكلمه دي، قولي الجمله بالطريقه دي، وانا مبقاش عارفه يعني هو بيقول لي كده ليه، بس اوكي انا بنفذ اللي بيقول عليه عادل امام. فكنت اتفاجئ ان ده بقى في العرض صريخ في الصاله، وانا بعمله عادي جدا يعني، ما اعرفش ان الكلام ده ممكن يضحك. فقد ايه ساعدني في كل حاجه، بقى يحط لي افيهات في دوري بقى. انا عايز اقول لك مثلا مشهد الفرح بتاعنا وهو في فيلم الهلفوت، لاني بقى انا طول الفيلم متبهدله وعامله مكياج للقبح يعني، بيخلوني لون التراب والشفايف لونها ابيض والشعر اكرت. فجيت بقى يوم الفرح عملت شعري وعملت مكياج بقى عروسه، فشافني قال لي ايه ده؟ دي مش ورده، دي واحده عامله مكياج محترف. دي واحده اول مره في حياتها تمسك في ايدها قلم روج، ايه اللي انت عاملاه ده؟ واحنا خلاص بقى داخلين نصور الشط. وراح واخدني، احنا كنا بنصور في الاسماعيليه على الاوتيل ومعانا الماكيور، ودخلت قال لي اغسلي وشك، اقعد اعمل لها كذا وكذا وكذا. المشهد ده بيقولوا لي يعني اهتمامك بالتفاصيل في الدور. أيوه. خليتك خدتي جايزه احسن ممثله. تفاصيل الدور صح كان بيساعدني فيها عادل امام، يعني انه يقف على ايدين ماكيور بيعمل مكياج لممثله لانها كانت عامله مكياج غلط، وقال لي تعالي تعالي قبل ما يشوفك سمير سيف، يعني قبل المخرج ما يشوفني، كنت لسه جايه من الاوتيل وداخله اللوكيشن، وراح واخدني وخلاه عمل لي بقى مكياج طبعا مشلفط بقى مناسب للشخصيه، بقى شبه ورده. هو بيهتم بالتفاصيل الدقيقه، فانا اتعلمت منه ده. يعني لو تشوف الهلفوت ده هو كان تفاصيله عامله ازاي، طبعا شكل شعره وشكل ضوافره كان عامل فيها ايه. يعني عادل امام من اكتر الناس اللي شفت معاهم يهتم بالتفاصيل في الشخصيه، فيبقى في مصداقيه شديده ليها. صحيح. وتعلمت فعلا منه ده، يعني عرفت ايه المكياج مش مكياج تجميل، المكياج المناسب للشخصيه ايه في الموقف. كنت لسه جديده والحاجات دي برضو ما اعرفهاش، فالواحد لما بيشتغل مع اساتذه كبار بيتعلم حاجات كتير بتفيده في حياته. مظبوط 100%.